حليل أبو عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. نجا ممدها وردقا كيجا كما صعد وبلشد مسلم كاكا ممدها كدتك قبيالة غيارة ككد قالما كقبيالة ودنتا أنجا نجا ممدها بولي نبو عليه الصلاة والسلام وحوها كلان تلوذاغا إسلام مركاسنا كساب سنة قبيالة او دباتو ين كلا دوان كو هايسا بلشو دا قيبه دا كلا دوان سباب تا تفرارق بلشو ايو سيدو كلا تهورو مرلاان انتبا كولان كان او كاقبسو مي مغالا دا برعي حرون تا قبل كا تقدر ايو وحا كسو قيب غلاي بادي باردي دا جامعة دا ها كلا دوان كاريسان مغالا دا برعو مسوليين تا مامل كا قبل كا تقدر ايو بلشو دا قيبه دا كلا دوان وحاني مناسبة داني او دربانيد حال او رادين تا دباتي دا قبيالة دا كلنا قونات كان بلالنا ايا وحا سوقي بنقابيي هبلها متدوعين تهور مرين تميقالة برعو وحانا وغهرين تبا فافاين كلا دوان اللحري دا برنامج كاني هال كاسي كسوچي ديسي قدوميا هبلها سي هودن عثمان مهمة دا برنامج كبلي وحا ويهي افا اجرتا اينو انو انو انداكا غرسنو وينو قد اجرتا سالا اجيقات بينو اوچ علاي ساناي شويخ ديني ما شاء الله يا قوني هنكيني يا مسؤولين تاني يا أرداد يعني بين إنه هكذا سكون معنا ده بدنا كل رأي إنه هل ك أنك جاب حينه أفضل إن شاء الله ده بدنا بشر أفضل ستة بنو أجا ده بدنا حسوا يرا خلدان لبواح مدوا قبيل أو إسر أما هل كانوا فاكر سنة من دوا قبيلة أو هب دلمي أو لغو دلما رير أما لغو دلما ضد أما لغو دلما شخصيات هل كنت جاي قبول وحوي هايقو احترام قبيل كان هاي يعني قايقو احترام قفني ما بايدا ما الشخصية طايدا شيخ دكتور حسن علي ورسما وكمد علماء الدين تواوين قبل كتقدر إسلام مركزنا مناسبة داسي كسوچي دي موضوع لحريرا دين تا إيو سيدو كلاتة قبيالة دا أي وحاو بلوشة دو سوچي دي وعيقلين مهيمة أو لحريرا ديباتة دا أيلاد هاي قبيالة دو لابا قضب أو دك دك حمد شابينة هدي أنا دك دقوفي لأنه وحبا يسكب الدلية ميدي ووعي قال إنت أنا وضنه بهاش فول حمدي يا هل كائن دكتور إلا عديو علم باريس اللغوصة ما يدي باتوين كائن قارسيسي قضية دلبات أنا كود دوينين إنا يحاران تهي أو شرع قال اللغو حاران تيني ما يعدو لبواهوك تهي لكن واحد اللغو لرأي يدو ما ملك يدو لد اللغة عشان أيو شرع روحو إنو أقوليه وحي الدين تو حاران تني ما يسبب الشهر دبكو هاي عقاب اللي قسوره نكا اللغو قبتا قبيانا يسقوه والله إليه والله بصنا وحريقة يشن مليان ولان وقناحة عقاب اللوغة ليه الدستور كي قانون كي شرعيه اللوغة ليه شرعيه نواه قليه فالحمي الدم بالله قدقو ما انت هدين ليه نكا محال الله حري قبيانات بال الله حري ما انت سيدتك وقان يعني ندم بيهي قضية صدحات وحويه ودور الشدة أو يدنا قبيلة دا آدو سيهوريسا وإن لغا هول غلا قفك الله دورانا يا قبيل إنا لغو دوران أما قولت دقان هان نغض أما كي بارلمان كان نغض أما كمدحوين هان نغض مبدأ أدا من سنتهي يدقا ولكسن يدين يا واحد كوقان عسنتهي وإن أتكو عضيسا إنا لغو عضين تالله لغو عضين geesto dana ugu xaal ka saadala kala duwan ka soo jeediyay masuuliyiin ka socday jaamacadaha kala duwan ee gobolka Tugdheer iyo xubno walaalay ciribtirka qabyaalada waxaan u baahanahay qof kasta inuu ku xoroobo oo uu fahmo in arrinkaas aanu ahayn halbeeg ee noloshiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u bandhigo heer group marka la eego ama jamaaciyana waxaan u baahanahay ururada wanaagsan ee gobolka ka dhaqdhaqaaqay ee iyagu istira deen forum samaystaan dhinaca academicska jaamacaduhu de role baa laga doonay jaamacaduhu ma aha arday wax loo dhigama meelaha aynu ma jeeranaynay dunyada kale horumartay la day xagaadhay academics ka dhisay maamulkana kaalin baa u taala Tugdheer iyo Burco aynu ka hadlayna waxa uu yaalo ugu yaraan in gobolka uu sameeyeen habeen ummadu si timaado la yiraahdo habeenka Burco dhalinyarada waxa weeyaan aas aaska ciribtirka qabyaalada maanta haday idinku iska saartaan oo aad sida ku kortaan kuwiinana ka saartaan sidaas waxa hadal ka dhigaa oo idinka dhamaan doonta waxay u taagan yihiin xume waxay u soo kalahan xume waxay 48 saacadood fogaan yihiin in xumaag shaqeeyaan wax dhiba wax qabadka wax dhiba maxay tahay dadka hor socodka ee wax qabanaya dhiba baahdii warbaahinta Soomaaliland afkeedina aniga ku hadlaya een waxaanu sheegaynaa si kasta haday noqoto warar haday noqoto barnaamijyo haday noqoto doodoba inaanu sameyno runtii lagu la dagaalamayo isla markaasna lagu cirib tirayo qabyaalada
ugu dambayn barasaabka gobolka Tuudheer Xamse Maxamed Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan iyo sidoo kale duudaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Tuudheer oo halkaas ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay leedahay qabashada barnaamijyada wacyigelinta ee caynkan oo kale ahay aad iyo aad ayuu maamulka gobolka Tuudheer u soo dhaweynayaa anaguna u soo dhaweynaynaa inay dadaalka muujiyaan waxqabadka muujiyaan waxaan mar walba wax mahadnaqayaa oo hambalyeynayna ablaha horumarka Burco ee munaasabadan caawa qiimaha leh ee dhaxagalka ee aakhiriya adduunba wuxu wanaagsana ee laga wacyi gelinayo bulshadeena aafada leedha qabyaalada soo abaabulay aafada qabyaaladu waa shay aad u xun mana aha runtii in la dhaafo intii Ilaahay Qur'aankeena subxaanahu wa ta'aala uu ku sheegay ee marka soo gaabiya ah litaaarafoon hadaynu maanta ay isweydiinayaan aqoonyahankii reer Burco kuweyshanka qabyaalada sideeba loo cilibtiraa anigu waxaan oran karaa runtii waa garaad soo kordhay waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan si aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan idinkala qayb qaadanaynaa waan ku faraxsanahay inaynu u wada maalin sawaalo oo u soo jeedno inaynu suulino qabyaalada isku soo wada xuriyey waxa xusid mudnaa in ardaydi kala duwanaa ee ka socday jaamacadaha gobolka Tuudheer ay halkaasii ka soo jeediyeen soo jeedina kala duwan oo la xiriira xalalka ciribtirka qabyaalada waxa Khalid Bakayle fogaanaraga xurta Star TV Burco.